It was a hot day in 2009 when Ghiath Rammo visited this place for the last time. It's a hard day for him to forget, and 13 years later, he still remembers all the details. Ghiath was very enthusiastic about his visit to the Citadel. Having graduated with a degree in history, he understood the significance of these historic stones more than most. Today, with the same enthusiasm, now mixed with nostalgia and longing, he returns to the same place. Only this time, it's from his house in Rome. ونوع من الذكريات وبنفس التوقيت يعني فينا نقول نوع من الحسرة يعني الحسرة إنه المواقع الأثرية والتراث السوري من خلال هالحرب صار ضحية تانية إذا فينا نقول بعد المواطن السوري والإنسان السوري التراث السوري والطبيعة السورية كمان بشكل أو بآخر صارت ضحية لهالحرب. All he needs to do is place the VR goggles on, and he is transported to the historic citadel of Harim, northwest of Idlib province in Syria. هون عم نشوف نعم هون يعني هون بعتقد هون الجدران القلعة طبعا هي مثل ما بتعرفوا قلعة على العمارة العسكرية الإسلامية أو الأيوبية بالأحرى بتذكرنا كثير بقلعة حلب ومداخل قلعة حلب خاصة من ناحية المعمارية مثل ما قلنا إذا بنشوف الموقع الجغرافي لحارم هي بتكون بين مدينة حلب وأنطاكيا من ناحية وبين أنطاكيا وأفاميا وبيت المقدس من ناحية ثانية فهي كانت تجاريا مهمة كتير على الطريق التجاري وعسكريا كمان بنفس التوقيت خاصة بالفترة الإسلامية وهذا الشيء يعني من الأسباب اللي إنه بتذكرنا إنه ليش بالضبط يعني موقع قلعة حارم يعني صار فيها قلعة بهالمنطقة الجغرافية المحددة شفت الممرات العم بأي قلعة سواء كانت خاصة من قلاع العسكرية إنه سراديب مهمة كتير للتجول بين المناطق المختلفة للقلعة يعني هون يعني واضح إنه كانت مخازن حوانيت لأنه عندنا الواجهة الأمامية هي عبارة عن أقواس مدببة معنى نصف دائرية أقواس مدببة هي جزء من العمارة اللي كانت سائدة بالفترة الأيوبية وهي مبنية من الحجارة هي نوع حجارة كلسية محلية ومنطقة جبل زاوية المنطقة الكتلة الكلسية الموجودة فيها المدن المنسية غنية كتير بالمواد البناء الحجرية Archaeological missions to the citadel were halted at the onset of the war. Locals used the basements as a place to shelter their livestock after allowing them to graze in the morning in the mountainous area. نعم شفتهم لهن دائما موجودين بسرجيلا كمان كان في راعي مع المواشي Ghiath describes details of the citadel. And it's as if 13 years haven't passed since his last visit. We asked him, has it changed much? He said, لا بل انا كنت متوقع انه تكون متغيره اكثر بصراحه نعم. Ghiath wished his virtual tour wouldn't end, hoping to be able to visit the site in person soon. Ghiath shared a collection of photos that he took from his visit 13 years ago. They are memories he finds difficult to part with. في نوع من الحنين المواقع اللي كانت موجودة بالمنطقة القريبة يعني كانت بدون أي شك وجهة من الوجهات اليوم الجمعة فصار في نوع من التراكم أو فلاش باك سريع لكل السنين اللي مرت يعني.
بتمنى انه يوم من الايام واحد يرجع ويقوم بالخدمه الممكنه،